พีกลางชั้นล่างนะครับซึ่งได้ฟังการบรรยายศาสนาธรรมนะครับจากอาจารย์ชริปศรีเจริญนะครับซึ่งท่านได้มารออยู่แล้วนะครับที่เวทีกลางชั้นล่างขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับอิชาอัลเลาะห์ครับวะกานัศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมSallallahu alayhi wa sallam shadeed al-hayai wa tawadu' Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahuلوب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سريعةولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواك ويقبلويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة روحانية ويركببغلة وحمارا وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر
أوتى مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر خطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فذا في ذي الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته